نجدد التحية لكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على آت شبيبة في تويتر وأيضا على آت شبيبة أوفيشل في الإنستغرام. ومثل ما أنتم عارفين مستمعينا احنا نمر الحين بفترة الصيف وكثير من أوقات الفراغ بإمكاننا أن يعني نوجدها في خلال هذه الفترة، فعلشان كذا في معانا الحين على الاتصال الأخ عمر العتبي أخصائي علاقات دولية من المديرية العامة للكشافة والمرشدات، راح نتكلم شوي أكثر عن البرنامج الصيفي الافتراضي للكشافة والمرشدات. أهلا وسهلا فيك أخ عمر. أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد، وأهلا بالمستمعين ومشاهدينك على مواقع التواصل الاجتماعي. يا أهلا وسهلا فيك. نتكلم شوية عن البرنامج الصيفي الافتراضي، هي توقع تجربة أيضا جديدة بالنسبة لكم. خلينا نتكلم كذا بشكل عام عنها أولا وبعدها راح ندخل في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر لكم هذه الاستضافة، وبناء على الجائحة التي يمر بها العالم وسلطنة أيضا في هذا الأثناء، وكما هو معلوم بأن المديرية العامة للكشافة والمرشدات دائما تقيم عددا من البرامج في الفترة الصيفية وخاصة المخيمات لجميع المراحل السنية التي تتزامن مع وجود موسم الخريف في محافظة الظفار، فارتأت المديرية أن يتم التواصل أيضا مع جميع هؤلاء الفئات ليتم الحصول أيضا على برامج وجرعات كشفية خلال فترة الصيف، ولكن بالطريقة المتبعة في الفترة الحالية وهي عن طريق البرامج الافتراضية والتواصل عبر البرامج المرئية عن طريق وسائل التواصل الحديثة. وتم عقد عدد من الاجتماعات وتشكيل عدد من اللجان طبعا برئاسة الفاضل الدكتور يعقوب بن خلفان النجابي مدير عام الكشافة والمرشدات، وأيضا المدراء العموم المساعدين وجميع منسوبي الحركة الكشفية حول آلية إشراك جميع هذه الفئات خلال استثمار أوقات الصيف في فترة المعتادة للمخيمات. أيوة. فتم وجود تمت الاتفاق على وجود عدد من حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات، والحمد لله تم خروج في جدول نهائي يواكب احتياجات المحافظات والمنسوبين الحركة الكشفية سواء كانوا من الفئات الأشبال والزهراء ثم الكشافة إلى أن نصل إلى الرواد واللي هم وصلوا أعلى مراتب الحركة الكشفية. جميل جدا أخ عمر. نتكلم أيضا عن البرامج اللي راح يعني تكون موجودة خلال هذا البرنامج الصيفي أو الفعاليات أو أهم الندوات والمحاضرات أيضا اللي راح تتخلل البرنامج هذا. تم في الحقيقة تشكيل عدد من اللجان لدراسة هذا الاحتياج، وأيضا تم تقسيم الاحتياجات إلى احتياجات قد تكون إدارية من حيث تعلم برامج إلكترونية جديدة وفي برامج التصميم وبرامج التواصل والاتصال المرئي. أيوة. وأيضا هناك البرامج التي تخص الكشافة ومن ناحية الفنية والتي تقدم الدعم للكشافة في المستقبل. أيضا تم أخذ عدد من البرامج التي تكون فيها من الذكريات والأماسي الجميلة لدى الرواد اللي هما كان لهم باع كبير في تأسيس الحركة الكشفية سواء كانت في السبعينات أو الثمانينات في الفترة الماضية، فتنوعت. أيضا هناك أيضا مسابقات سوف تكون البرنامج، طبعا كل مرحلة راح تكون برنامجها من يوم ليومين. هناك برامج للموظفين لمنسوبي الحركة الكشفية من القادة أيضا للقائدات، ثم كل برنامج يختلف من يوم إلى يومين حسب احتياج البرنامج. وتم تصميم البرنامج بإعداد فني وإداري وإشراف تام ومشاركة من جميع الفئات في هذا الجانب. هذا بالنسبة لإعداد البرنامج صحيح، لكن أيضا أنتم اللي مستهدفين هم مش فقط يعني الكشافة المرشدات يمكن اللي من في عمر المدارس، أنتم أيضا مستهدفين فئات ثانية صحيح عمر؟ طبعا طبعا طبعا، بخصوص البرامج كانت هناك برامج مثل ما أسلفنا برامج في الصحة والسلامة المهنية، أيضا برامج
تختص بحصول على بعض الإجراءات كيفية المشاركة في المخيمات الخارجية وغيرها. أيضا هناك برامج في مايكروسوفت وأيضا برامج في تطوير تصميم العروض الإلكترونية. فأيضا المستهدفين ليس هم فقط الكشافة، أيضا هناك فئة الموظفين والإداريين وعدد من المديريات والدوائر التابعة لوزارة التربية والتعليم وعدد من القطاعات المتعاونة كشركاء استراتيجيين في هذا الجانب. كما علمنا في الفترة الماضية كانت الكشافة لها دور كبير في الجائحة في الميدان مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من قطاعات الدولة، وهم شركاء في جميع هذه البرامج، وتم مخاطبة عدد من الجهات في هذا الجانب، وهناك تجاوب كبير في تسجيل الأسماء وعمل القوائم، وسوف تصدر القوائم النهائية في من المشاركين إن شاء الله في القريب العاجل. أيضا هناك في برامج ليس فقط للمشاركين من الكشافة من داخل السلطة، أيضا هناك ندوة عرساء الطلايع في دور مجلس التعاون، وتم مخاطبة الجمعيات الكشفية في دور مجلس التعاون المشاركة في هذا البرنامج يمتد لمدة يومين. تم التركيز على ناحية التوقيت بحيث ما يتناسب مع جميع دول مجلس التعاون وتحديد ساعات مناسبة للجميع، ونتمنى التوفيق في هذا الجانب. هي الساعات تقريبا من متى لمتى؟ ولا هي مختلفة بحسب الندوة والفعالية يمكن اللي تكون موجودة؟ هي بتكون إن شاء الله مختلفة بسبب انه بعد ظروف بعض المحاضرين وهكذا. أيوة. لكن بتكون أغلبية إن شاء الله في الفترة الصباحية، ومدتها أغلبيتها من في اليوم، يعني حيث أن فترة الصيف وما نأخذ من وقتهم كثير، فراح يكون البرنامج من ساعة، يختلف في برامج من ساعة ونص وبرامج تمتد إلى ثلاث ساعات أو ساعتين. طبعا يكون هناك في حوار ودردشة وغيره، راح ينتج يمكن البرنامج يمكن إلى ثلاث ساعات. ولكن بحد أقصى أن كل برنامج أو كل يوم ما راح يزيد كل برنامج عن يومين. بحيث أنه يكون في تجديد وتطوير ونشمل جميع فئات الحركة الكشفية. حلو. أخ عمر، أيضا حنتكلم عن مدة البرنامج، هو من متى لمتى مدة البرنامج نفسها؟ البرنامج يمتد من يوم الأحد إن شاء الله، راح يبدأ يوم 28 يونيو. أيوة. كجلسة افتتاحية، وثم راح يتلوها ثلاث جلسات متتالية، وحد لحد يوم 24 حتى 24 أغسطس 2020، وإن شاء الله راح يكون يوم الاثنين الختام. وطبعا وضع شعار في هذا البرنامج وهو تواصل تقني تجدد ونماء، وسوف نواكب طبعا الفترة الحالية عمان نحو التعافي، والتركيز على بعض الإجراءات أيضا في عملية التواصل والسلامة المهنية. هناك أيضا محاضرين مثل ما أسلفنا من قسم الموارد البشرية، أيضا من محاضرين من داخل السلطنة، أيضا من خبراء من خارج السلطنة، راح يكون في عدد من البرامج. شكلت لجان حول متابعة الجانب التقني الجانب الفني، تم تحليل وتوصيف كل برنامج ووضع الأسس والأهداف لتحقيقها، تم وضع أيضا قوائم المشاركين سواء كانوا من أشبال أو زهرات أو كانوا من كشافة ومشدات، وأيضا من موظفين ومنتسبين من سبيل الحركة الكشفية في جميع محافظات السلطنة. هذا بشكل عام حول البرنامج. جميل. عمر، أنا لاحظت أنكم أيضا حاولتوا إظهار موضوع أن البرنامج هذه المرة وهذه السنة راح يكون افتراضي حتى من خلال الشعار. يعني اليوم إحنا لو نشوف شعار البرنامج راح نشوف يمكن عليه سماعة الكمبيوتر أو السماعة الإلكترونية، هذه في محاولة أيضا منكم لإيصال فكرة البرنامج هذه السنة المختلفة، واللي هي راح تكون افتراضية وكلها عبر يعني المنصات الرقمية هذه. عمر، التجربة وشيء الفكرة من وين جت من البداية، تحويل يعني اليوم المخيمات بهذه الطريقة وتكوين البرنامج نفسها، ومن بعدها كيف التجهيزات إلى الآن، يعني تجهيزات يعني يمكن جديدة ومختلفة عن التجهيزات اللي تقوموا فيها قبل يعني السنوات الماضية، فخبرنا أيضا عن هذه التجربة وتوقعاتكم إن شاء الله لنتائج هذه التجربة.
بالفعل أخي راشد، كانت يعني التجربة الماضية اللي هي الجايحة لها تأثير كبير على جميع قطاعات السلطنة. صحيح. ولكن نحن في المديرية العامة للكشافة والمرشدات معانا فريق من 1991، فريق الاتصال اللاسلكي، وثم ضيفت له الانترنت في 1996 بعد دخول الانترنت. فريق الاتصالات اللاسلكية والانترنت يعمل في تفعيل هذا الجانب التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج اللاسلكية والانترنت، وكانت هي عبارة عن برامج محددة فقط. أيوة. سواء كانت مخيمات افتراضية تحدث مرة أو مرتين في السنة، أيضا كانت في بعض ورش البسيطة تكون في مخيماتنا. حاليا في ظل الجائحة والتوجه العالمي بشكل عام، جاءت الفكرة أننا نتحول بشكل كامل حول هذا الجانب خلال هذه التجربة. تم عمل البرنامج الافتراضي الأول، برنامج تدريبي خلال الشهر الماضي وبداية هذا الشهر كانت، وتم الوقوف على بعض التحديات. تعرف كانت تجربة أولى مثل ما أسلفت أنت القول أن برامج جديدة وغيرها أكيد يشوبها بعض التحديات، والحمد لله تم الوقوف عليها والجلوس ومناقشتها ورفع التصورات حول هذا التحدي. تم تجهيز عدد من القاعات حول هذا الشهر. هناك فريق، تم زيادة عدد الفريق المشرف على الجانب التقني في هذا الجانب، بحيث أنه يكون كل شيء جاهز ومجهز إن شاء الله. الاستعدادات ماضي على قدم وساق، ولكن الجانب التقني يحتاج إن شاء الله إلى تطوير بشكل دائم. ونسأل الله التوفيق في التجربة هذه الجديدة الثانية، ونكون إن شاء الله تجاوزنا التحديات اللي مرينا فيها في البرنامج الأول بإذن الله. بإذن الله، نحن نتمنى لكم كل التوفيق عمر. بخصوص البرامج اليوم للي مثلا ما حضر هذه البرامج، هل راح تكون مثلا موجودة في أحد منصاتكم من بعدها تكون كمصدر أو كمرجع الواحد يقدر أن يرجع لها ويتابعها في أي وقت، ولا هي مجرد الندوة هذه وقتها الواحد لازم يحضرها وخلاص من بعدها، ولا أنتم مفكرين أنكم تستفيدوا منها بطرق أخرى؟ هذا هو التوجه الأساسي حول رفع كيس عمل مساحة تخزينية ونسميها السحابة الإلكترونية في عملية التخزين، وإن شاء الله راح ترفع جميع هذه الجلسات وجميع هذه النقاشات في حزمة واحدة، وسوف تكون بشكل مستمر ويومي، وسوف تكون هناك نشر للروابط بحيث يمكن للجميع الاطلاع على جميع هذه البيانات. أيضا توصيف جميع الجلسات تم تجهيزه كتوصيف ورقي، وايضا سوف يكون متاح للجميع بحيث انه يستفيد سواء من داخل السلطنه او خارجها، يستفيد من هذه البرامج وهذه الجلسات. طبعا مثل ما اسلفنا راح نغطي ان شاء الله فئه كبيره جدا، وليس فقط من سبيل الحركه الكشفيه الارشاديه، راح يكون هناك ايضا برامج خارج عن هذا الموضوع، ولكن تساعد في تنميه ومهارات وقدرات جميع المشاركين إن شاء الله. جميل جدا، كل الشكر لك عمر العتبي، أخصائي علاقات دولية من المديرية العامة للكشافة والمرشدات. تكلمنا أكثر عن البرنامج الصيفي الافتراضي للكشافة والمرشدات. نشكرك أخ عمر، كل ما حب توجه لكل يسمعك الحين عبر أثير الشبيبة، الكلمة لك عمر. في البداية نشكر أثير الشبيبة حول هذا التواصل والتغطية دائما، هم شريك استراتيجي دائم مع الكشافة في الجانب الإعلامي، وما شاء الله دائما سباقين في اختيار البرامج وإيصال صوتنا إلى أكبر شريحة من المجتمع. أتمنى الجميع يطلع على مواقعنا في التواصل الاجتماعي، البرامج تم نشرها، الدليل تم أيضا نشره وتوزيعه على جميع محافظات السلطنة. نتمنى الجميع أيضا اللي ما سمح وقته أنه يكون في الجلسات يكون أيضا متابع بعد ذلك في الفترة المسائية. نشكر جميع من ساهم ودعم هذا الجانب، ابتداء من وزير التربية والتعليم معالي الوزيرة، معالي الدكتورة اللي دائما هي داعمة للحركة الكشفية في هذا الجانب، الفاضل المدير العام الدكتور يعقوب من خلفان الندابي اللي دائما يدعم جميع الأفكار التي يقدم من الشباب، وجميع العاملين في هذا الجانب. تعرف أنت يمكن الجانب التقني ما يظهر العمل بسرعة، يحتاج إلى
جهد عظيم سابق يعني اسبوعين وثلاثه واربعه وانت تشتغل والاخطاء التقنيه تحاول تصلحها اول باول. نتمنى التوفيق ان شاء الله في هذه التجربه وننتظر تغطيتكم ان شاء الله خلال هذه الفتره من 28 يونيو الى 24 اغسطس. اكيد كل الشكر لك عمر وتحياتنا لك ولكل القائمين على البرنامج الصيفي اكيد الافتراضي للكشافه والمرشدات. كل الشكر لك عمر.